السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه يا جماعة كنات الكاميرات مش مستمرة داخل الأعمدة والعكس هو اللي بيحصل، إن كنات الأعمدة مستمرة داخل الكاميرات؟ هذا بس هنحاول الإجابة عليه. ليه كنات الكاميرا بتبدأ دايما بعد الركيزة بمسافة 5 سنتي وما بتدخلش داخل العمود؟ السؤال ده مهم جدا يا جماعة. عشان نعرف ليه الكنات ما بتكملش داخل العمود، نعرف الأول هي مهمة الكنات في المنطقة دي إيه بالظبط. مهمة الكنات في المنطقة دي ببساطة خالص مقاومة إجهادات القص. طيب وإيه أقصى إجهاد قص أنا قلقان منه بيحصل في الكاميرا؟ أقصى إجهاد قص يا جماعة أنا قلقان منه هو الموجود مباشرة جنب الركيزة، أو بالتحديد على مسافة دي على الاتنين من وش الركيزة. الدي دي يا جماعة اللي هي عمق الكاميرا على الاثنين. إذن إجهاد القص الأقصى اللي موجود في الكاميرا موجود بعد الركيزة بمسافة عمق الكاميرا على 2. إذن هي دي المنطقة اللي تهمني جدا في إن أنا أكثف فيها كنات. ولكن الاحتياط بنبدأ الكنات من وش الركيزة بمسافة 5 سنتي مباشرة، والخمسة سنتي دول بنسيبهم عشان ما يحصلش تعشيش في هذه المنطقة. على افتراض مثلا إن الخرسانات اللي احنا مستخدمينها سن 2 وأنا أقل مسافة بالسياخ بتبقى ضعف حجم السن أو ضعف قطر السن المستخدم، فنسيب 5 سنتي من وش الركيزة وتبدأ كنات الكاميرا. إذن كنات الكاميرا موجودة في المنطقة دي عشان تقاوم إجهادات القص. مفيش إجهادات قص للكاميرا داخل العمود، إذن مفيش لازمة إن أنا أكمل كنات الكاميرا داخل العمود. أيضا بالنسبة للعمود يا جماعة، منطقة التقاء مع الكاميرا أو مع القاعدة أو مع أي عنصر إنشائي، المنطقة دي بالتحديد يا جماعة بيتكون فيها أكبر عزوم وأكبر إجهادات قص ناتجة عن أي قوة أفقية قد يتعرض لها العمود مع طول عمر المنشأ. العمود ده متعرض لأي قوة أفقية زي الزلازل، زي الرياح، زي قوة التمدد والانكماش اللي بتنتج من السقف يا جماعة، كل ده متعرض للعمود. فبنلاقي ان منطقة التقاؤه مع الكاميرات او منطقة التقاؤه مع القواعد هي اكتر منطقة معرضة لعزوم واجهادات قوة قص. إذن كان من الضروري إكمال كنات العمود داخل الكاميرا وليس من الضروري إكمال كنات الكاميرا داخل العمود. في النهاية أتمنى أكون قدرنا نوصل المعلومة. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة واعمل شير عشان الفيديو يوصل لكل الناس. شكراً.